الرحيم وبين نستعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. احنا باذن الله النهارده طبعا جايين نعمل ندوه عن القطن. احنا السنه دي ان شاء الله هنزرع قطن 94 صنف الجيد اسمه جيزه 94 اللي كنا زمان بنزرعه اللي هو الصنف 86. في فرق بين جيزه 94 و 86. ال 94 يعني الصدر بتاعته اقل شويه. وبالنسبه للوقت بتاعه الموسم بتاعه اقل شهر، يعني الموسم بتاعه من الزراعه للحصاد اقل شهر عن الثاني، وهو يعتبر حساس شوي لان ما فيش الصفه التعويضيه، وبيحاول الوسواس يطلع سبعة. الوسواس بيطلع بعد شهرين من الزراعه، يعني اول ما تزرع القطن بعد 60 يوم بيبدا الوسواس. لا سبعة. موسم التزهير 60 يوم. قصدي 8 ايام. الموسم ده بيبقى حساس لان ما بيعودش زي القطن 86. عاوز بقى الاهتمام بالايه؟ بالرش واحكام الري. يعني انت لما تيجي تخطط الاول الارض من البدايه في الاول في الزراعه بتخطط الارض 11 او 12 خط في القصفين. الانتاج بيوصل 12 قنطار. يعني انت لو مهتمين بيه 12 قنطار. ليه بقى؟ لان اللوزه بتاعته بتبقى اكبر. وعدد البذور في اللوز اكتر. ايوه وادقى، يعني ادقى من الثاني. ايوه وهو بفرع، يعني التفريع بتاعه اكتر من 86، يعني الصدر نفسيه الحجم بتاعه اصغر بس التفريع بتاعه ايه بيبقى اكبر. ولذلك في الزراعه بتزرعه على مسافه ايه 30 سم، بتزرع على 25 دي بتزرع على 30 سم 30 سم. اتفضل. بالنسبه لاسعار القديمه هتبقى زي الجديده برضو ولا؟ ايوه اهم نقطه طبعا الحاج اثرها موضوع الاسعار. طبعا كانت مشاكل القطن السنه اللي فاتت السنين اللي فاتت قبل ايه؟ موضوع الاسعار، ولذلك الناس احجبت عن زراعه القطن. ايوه السنه دي باذن الله طبعا الصرف الجديد اتجاه الدوله ككل والرئيس. احنا سمعنا انها جايبه مكن جديد. ايوه اللي هو المغازل كلها شغاله على مكن جديد شغال على القطن فقط بتاعنا اللي هو 94. المشكله الاول ان المكن بتاعنا شغال طبعا على اقطان ثانيه، مش شغال على القطن المنتج عندنا، مش شغال على 86، ولذلك احنا بنضطر ان احنا نصدره بره. لكن القطن 94 يعني المكن كله اتغير بحيث يبقى شغال على القطن 94 اللي هو طويل التيل. الثاني كان فائق الطول، دي طويل التيل. يبقى مصانع محليه هنا يعني يصنع. ايوه يعني هو الحكومه اللي هتاخده مش التجار. اي الحكومي والتجار برضه طبعا المحلي اول ما زرع ايه؟ مصانع اللي هتاخده. مصانع مصر. المحلي اول ما زرع زرعت 1000 فدان. ثاني سنه 2000 فدان، ثالث سنه 3000 فدان، وصلت 8000 فدان. ليه؟ زي ما حضرتك برضه بتقول موضوع التسويق. لان انت لما بتشوف التسويق كويس في اي محصول من المحاصيل، اصل انت في النهايه انت بتزرع عشان بيت. ايوه مش بتزرع مثلا حاجه عشان ما تعرفش تبيعها وبتاع. ولو اي حد عنده سؤال برضه، يعني اهم شيء التسويق، التسويق بتاعه سهل. يعني التسويق يا باشمهندس هيبقى نفس النظام القديم برضه نفس. ايوه هيبقى نظام شيوان، بس الميزه بقى ان يعني عارف التسويق بتاعه؟ لا هو قصده الاسعار. لا الاسعار اعلى، يعني الاسعار السنه اللي فاتت وصلت 3000 بالذات القط دي صنف جيزه 94 لانه مطلوب في المغازل. هتاخد محليه اصل طالما الطلب عليك كتير. حس ان السوق طالما الطلب عليك كتير بيبقى الايه؟ بيبقى متداول وسعرها سهل في التسويق. ان شاء الله يعني باذن الله، يعني باذن الله السنه اللي فاتت القطن وصل 3200 بالذات القطن اللي هو 94 جيزه 94 لازم اقول لحضرتك المصانع نفسها شغاله عليه، المحالي شغاله عليه. وطبعا جمعه اسهل. الجامعه نفسه هي في الشجر القصير. الشجر القصير واللوزه حلوه ما فيهاش البتاع اللوزه بتاعتها، يعني ايه بتبقى سهله في الجمع. وبالجمع بتحاول ايه يعني اول جمعه يبقى في حدود 60 70% من الايه من البتاع بتاعه. عدد ايام وعدد ايام القطن 86. لا ما هو اقل شهر. يعني ده حوالي 165 يوم من الزراعه للنهايه. 165 يوم يعني حوالي 5 شهور ونص او 6 شهور الشهر ده يعني. وانتاج عالي. اقل شهر والانتاج اعلى. بالنسبه بقى اهم نقطه لما تزرعه طبعا في محمل على البصل. ايوه التحميل على البصل طبعا احنا متعودين ان انت ما تجيش ناحيه القطن نهائي الا اما تشيل البصل. ولذلك ان احنا طبعا المسافه بتاعته من الزراعه لبدايه الاظهار بتاعه. مش اللوزه زي هل دلوقتي القطن 96 94. مهدي يا نعم الرسول الله بذكرك يا نبينا قد نلنا القبول.
رز والله؟ لا صنخ على البحر. أي السيد بقى لو أنت أي سؤال برضه في ال أيوة السيد خالد بالنسبة للقطن أنا مثلا بقول إيه مثلا إيه؟ هما زرعوا القطن الناس في العين زرعوا القطن المزارعين زرعوا القطن المزارعين زرعوا القطن فتلك ودركت الإنتاج هما جمعوا وتجميد وجمعوا بيبهدلوا أي تمام وجمع غالي عليهم أي مثلا جم مثلا إيه يبيعوا أي تقف البيعة البيعة مثلا جت إن إيه التجار هبطوا من البيعة أو شراء وتجميد لا ايه اللي الميزه بقى السيء طبعا الانتاج عالي انتاج القطن نفسه عالي بيوصل ل 12 قنطار والميزه كمان ان المحالج الخاصه زي ما قلت لحضرتك قبل كده في المحل كل المحالج الخاصه شغاله على صنف اللي هو جيزر بس وحتى انا قلت لحضرتك اللي هو اتجاه الدوله نفسه عاوزين يرجعوا بمساحه القطن الاول طبعا القطن الاول محصوله طبعا استراتيجي وكان يقول لك مثلا اللي عاوز يتجوز في القطن اللي عاوز لبس في القطن كانت الناس كلها يقول لك القطن لا ده كان الاول كانت الناس مهتمه جامد بالقطن والمساحات يعني انا عارف المزرعه المركز عندنا كان 14000 فدان كان بيزرع يعني 14000 فدان القطن احنا اتجاه الدوله نفسه والرئيس بتاع ان احنا ايه نرجع بمساحه القطن تاني لسابق حتى يعود الخير للمصر ايوه فانت لما تزرع القطن وتشوف ان سعره حلو وبيجيب لك دخل حلو وتسويقه سهل هزرعه هتزرعه ايوه ولذلك انا زي ما قلت لحضرتك برضو ان المحل 1000 فدان تاني سنه الناس لما المزارعين شافوا القطن قدامه عملوا 2000 فدان تاني سنه 3000 فدان وصلت المساحه 8000 فدان ليه؟ لان تسويقه سهل والمحالج الخاصه بتاعتهم شغاله عليه وجمعه سهل ايوه الجمع سهل جمعه سهل لان مشكله المزارع برضو موضوع الجمع اي الجمع بقى سهل وبيدي انتاج على طول انت بتسيبه القطن صف خالص برضه وتجمعه مثلا مره بفضل مره واحده وتجمعه ثاني مره وخلاص الناس كلها برضه دلوقتي شلت على القطن 94 حتى الناس بيشتغلوا في الجزر والبرمين دي وهي شغاله في ناس يا جماعه بقول هنزرعه لان في واحد سنه فاتت زرع 86 من 94 جاب 16000 جنيه ونص من نص فدان نص فدان جاب 16000 جنيه باذن الله ان الصف 94 السنه دي ان شاء الله المزارعين ساعه ما يشوفوه على الطبيعه هو اللي هيبقى اعلان النفس بقى هو اللي هيزرعه هو لو اللي يهم المزارع ايه التسويقات وسهوله الجمع برضه ممكن احل البيت راح ينفع بالعربيه اهو التسميد ازاي كرو ازاي ما لا انا ايوه بالنسبه للتسميد التسميد اعلى شويه خليها اهم التسميد على شويه اي يعني انت بالنسبه للنطرات بياخد له مثلا اربع شكل نطرات بالنسبه لو هتعمل يوريا ثلاث شكل يوريا بس حضرتك بيقول اربع شكل نطرات للفدان هي للفدان هتحطهم مره واحده لا بتحطهم على مرتين على مرتين انت بعد ما تخف مش هيكفيني يا باشمهندس معلش بعد اذن حضرتك انا لما اخذ في تعبير اشرحت قلت لهم في جنب الخط كده مش هيكفيني وانت عملت توز يعني حضرتك طب خد شويه بزياده لا ماشي ما انت طبعا هو المعدل ده حبه كده وكمان بزياده معاك مش بعد بصل ايوه بعد بصل مش ياما كده بصل مغذي البصل مغذي اصل البصل والنبي انت ببص بس بعد اما تروحهم كده شويه كده ببص على البرتين النبي عشان تبطل وانا بشرس بشكرتين كده مش هتفوني الفدان لا ما تحاول تكبش بقى زي الاول غصب عني ماشي يعني من ببص يعني حالتنا برضه عايزه تتفصل عني لا ماشي اصل موضوع بوسع يا حبيبي موضوع حصه الفدان دي موضوع حصه الفدان دي ثابته يعني فهو معدله يعني انا لو ما زرعتش في شي عام قلنا في المعلقه طول اربع شكاير بس اربع شكاير اربع شكاير اربع شكاير بس ريحتهم على مرتين صلت يا عم صلت على مرتين المره الاولانيه طبعا بعد ما تخس هات مع بعض خفت كل الخفره بتاعت الشهر يعني ظهور الورقه الاصليه تبدا ايه تبدا تخين هتخف على نباتين على نباتين في الجوره تخف على نباتين في الجوره تختار اللي هو اقوى نباتين وتخف على النباتين هو كده وبعدين تروي بقى بعدين تنظف العفش بتاعك وتحط السماد بتاعك بس التسقيه هو طبعا زي ما هو معروف يقول لك الفلاح دكتور ارض أيوة. دكتور ارض ازاي انت عارف ارضك في ارض طبعا بتبقى على المصرف وفي ارض صرفها أيوة. وفي ارض بتبقى مكتومه يعني هو عاده مثلا كل 18 يوم 19 يوم بس على حسب ارضك برضه لو ارضك ما تنشف بسرعه حسب الترويه ايوه فانت بتبقى ترويه يعني على حسب طبيعه الارض يعني بالنسبه للري على حسب طبيعه الارض هو بياخد من ايه من حوالي 4 ريال ل5 ريال طول السنه والكمات زي ما قلت لحضرتك بايه على دفعتين وبتزوده كمان شويه عن 86 بس طبعا تخف الفجر في البدايه الاول تخف انا بقول لك على عديه هي مسافه الزراعه على 30 سم يعني انت مسافه الزراعه بتبقى بس الوزن 30 سم هو الخف بدري اي
خلف القطن بدري بيجيب انتاج. انت لو يعني لو متاخر في الزراعه، لو زرعت مثلا في شهر 5 ممكن تزرع في شهر 5 لو بعد الغله كمان. أي. اللي بتخف على الورقه الحقيقيه الاولى. أي. يعني بتخفه بدري شويه على اساس انه يلحق الموسم بتاعه. ايوه لو انت زارع بدري بتخفه على الورقه الحقيقيه الثانيه، يعني مش اول ما بيطلع القطن كده بيطلع ورقتين دوب اسمه الورقتين الفلقيتين. بعد الورقتين الفلقيتين بيجي طالع ايه ورقه للورقه الحقيقيه الاولى. لو انت بقى زرع متاخر يعني ساعه اول ما يطلع بقى الورقه الحقيقيه الاولى دي تبدا ايه تخف. لو انت زرع بدري تستنى الورقه الحقيقيه الثانيه الورقتين دوم الاثنين ساعه ما يطلعوا تبدا تخف الايه تخف من القطن. ايوه وتنلك طبعا اقوى عودين، يعني اقوى عودين اللي بيسبح برضه اللي انت بتسبق عامه في الزراعه كلها. موضوع السباق طبعا لازم سباق متحمل، طبعا في ناس السباق بيبقى لسه طري يحط. دي اكبر خطا ده بالنسبه لكل الزراعه. ليه فجاه؟ لان بيبقى لسه ما تحللش، بدل ما يضيف للارض، يعني السباق بدل ما يضيف للارض يبدا ياخد العناصر من الارض، يعني بالعكس ياخد عناصر من الارض. ولذلك السباق لازم انت تغيبه بره لغايه ما يتحلل خالص، لغايه ثاني لغايه ما يتحلل خالص وتبدا تضيفه للارض. لكن الناس اللي بترتكب الخطا ان هو يحط السباك طري، اللي من دول يعني ما عمرك ما تحط السباك وهو طري. السباك وهو طري بيجيب اثر عكسي على النبات. جاب لك بره. هو تعتبر في سؤال يعني الله يخليك. لازم التسبيق ده.